يقول الحق سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هذا رد على الذين هربوا في غزوة أحد. أنا أقول الكلام كله في غزوة أحد. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لأنهم ظنوا أن الكفار سيقتلونهم وسيقضون عليهم وهربوا، هربوا من ميدان القتال. فقال لهم: تظنون أنكم إذا هربتم نجوتم من الموت؟ أو تظنون أن الذي يدخل المعركة سيقصر عمره سيقصر؟ لا، الذي يدخل المعركة عمره وعمره وسيموت بعمره، والذي هرب لن يفلت، فسيأتيه الموت في أي مكان وسيأتيه في وقته. فكل نفس لن تموت إلا بإذن الله. تدخل الحرب لا تدخل الحرب، العمر محدد، ولن يموت إنسان إلا إذا أذن الله. ومعنى إذن الله سبحانه وتعالى أنه يأذن لملك الموت أن يقبض، فملك الموت يقبض كل يوم، ونحن هنا نصلي في الأزهر ونصلي على الموتى كل يوم نأتي فيه نصلي على جماعة من الموتى. فطبعا هذا إذن هو يمشي بيننا، لكنه يتركك الآن، أن الوقت لم يأتي بعد، حينما يأتي لن تفلت منه. إذن دخول الحرب لا يؤدي إلى تقصير العمر، والهرب من ميدان الجهاد لا يؤدي إلى طول العمر، لأن العمر محدد وبإذن الله ينتهي في الوقت المحدد. مؤجل يعني بأجل محدد. فكل المخلوقات لها عمر ومحدد، هذا معنى مؤجل. مؤجل يعني مكتوب بأجل، يعني هذا يعيش 20 سنة، هذا يعيش 30، هذا يعيش 50، هذا يعيش 100 عام، هذا يعيش 120 عاما، لكن لا بد من الموت، لا بد. ولذلك سيدنا موسى يعني حينما جاءه ملك الموت، وكان ملك الموت يأتي الأنبياء ليستأذنهم، يأتي إليهم يقول له: أنا جئت فهل أقبض أو لا؟ فموسى قال له: لا تقبض، لا. فذهب إلى رب العزة وقال له: والله هو لا يريد الموت الآن. فقال له: قل لموسى: خذ قبضة من ثور، الثور من البقر أو كذا، والثور له شعر، خذ قبضة من شعر ثور وعد عدد الشعرات وسنجعلك تعيش بعدد هذه الشعرات، لكن بعدها تموت. فلما رجع ملك الموت قال له: خذ قبضة ممكن تأتي بألف شعرة. قال له: خذ يا موسى قبضة ثم بعد ذلك ستعيش هذه القبضة. قال له بعدها تموت. قال له: إذن فلنمت الآن. إذن الأجل محدد، عمر له بداية وله نهاية، الباقي والدائم هو الله فقط، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. ما كان لنفس أن تموت، يبقى إذن ينصح هؤلاء الذين هربوا في غزوة أحد ويقول لهم: الهرب لن ينجيكم من الموت، كتابا مؤجلا، كتب الله ذلك كتابا. كتاب مصدر مفعول مطلق كما يقولون، مثل أن تقول: قرأت قراءة وضرب فلان ضربا، هذا اسمه مفعول مطلق. فكتابا مفعول مطلق لفعل مقدر، كتب الله ذلك كتابا، مكتوب العمر بالتحديد.
ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. هو يريد الغنائم، الذي نزل من فوق الجبل كان يريد الغنيمة، الرماة الذين نزلوا، نزلوا من أجل ماذا؟ قالوا نحن نريد أن نشارك في الغنائم. فقال الله تعالى من يرد ثواب الدنيا، أي الغنيمة مثلا الدنيا، نؤته منها أو أخذ نصيبه منه. ومن يرد ثواب الآخرة، الذي يريد الآخرة ويريد وجه الله، وهذا كان يجب على الرماة، فكان يجب على الرماة أن يبقوا خلف الجيش، وكانوا ينتظرون حينئذ ثواب الله سبحانه وتعالى. من يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الشاكر هو الذي يريد الآخرة، يريد الآخرة. ومن طلب الآخرة جاءته الدنيا. يعني لا تظن أن الذي يطلب الآخرة لا يجد الدنيا، لا، سيجد الدنيا سابقة إليه، تأتي ساعية إليه. ولذلك عليك أن تتريس في طلب الدنيا، يعني لا تكن مسرعا، وإنما تريس، تريس، اقض حق الله، اقض حق الناس، افعل الصالحات، وعملك سيقضى، سيقضى عمل الصالحين. لكن بعضهم يستعجل، يستعجل. وحتى قالوا الذين يأخذون يدفعون الرشا الرشاوة، يقول لك أنا لا أستطيع أن أقضي حاجتي إلا بالرشوة. هو لو صبر، لو صبر وقال لا لن أدفع رشوة، فإن هذا الموظف لن يجد من يدفع له الرشوة، فسيضطر إلى أداء العمل، إلى أداء العمل. لكن الذي يغري هو أنت الدافع، الدافع أنت تغريه، تغريه بالمال. فإذا أنت تدفع رشوة وفلان من الضعفاء لا يستطيع دفع الرشوة، إذن أنت تعطل مصالح الجمهور. لكن لو صبرت واحتسبت وطلبت من الله لوجه هذا الموظف إلى أن يقضي لك حاجتك من غير شيء. بس لا يوجد ثقة، الناس ليس عندها ثقة. إنما أنت لو وثقت في الله اسجد كده، اسجد سجدة لله واطلب منه وانظر ماذا سيحدث. سيجيبك إن شاء الله، سيجيبك. لو قلت له يا رب وأنت ساجد فيقول لبيك عبدي. ييسر لك الصعب، الأمور الصعبة تذلل، ويدرك ذلك الصالحون، الصالحون يدركون ذلك. وسنجزي الشاكرين. ثم يقول الحق سبحانه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هو كما قلنا يعظ أهل أحد، يعظ الجيش الذي هرب منه بعض من هرب. فقال وكأي من نبي، يعني هناك أنبياء بعدد كبير، قاتل معه ربيون كثير. الربي هو الرجل الرباني، الرباني. والرباني هو الذي يعمل من أجل الرب سبحانه وتعالى. كل نبي كان له أتباع من المخلصين، كل نبي، وهؤلاء الأتباع قتل منهم عدد كبير، قاتلوا وقتلوا. وهنا قراءات وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقراءة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وقراءة ثالثة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. حينما تقرأ الآية إذا كانت قاتلة ممكن تقف تقول وكأي من نبي قاتل،
معه ربيون كثير، هذا وقف. وكأي من نبي قاتل، يعني كل الأنبياء قاتلوا، كثير من الأنبياء قاتلوا، قاتلوا أعداء الله. يبقى قاتل هنا الضمير يعود إلى النبي، يبقى قاتل كأي من نبي قاتل، قاتل هو اللي هو من النبي، فالأنبياء قاتلوا. ده إذا وقفت على قاتل، إذا وقفت على قاتل، وكأي من نبي قاتل، فكل الأنبياء ومعظمهم قاتلوا. معه ربيون كثير جملة حال، يعني والحال أن معه من الربيين عدد كبير. يبقى المعنى الأول كثير من الأنبياء قاتلوا أعداء الله، وكان معهم خلصاء كثيرون. طيب أقرأ الآية بالوصل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون فاعل قاتل، ربيون فاعل قاتل، يبقى كثير من الأنبياء قاتل معهم المخلصون، المخلصون قاتلوا معهم. يبقى القتال هنا ليس منسوبا للرسول، منسوب للذين معه، الذين معه هم الذين قاتلوا. يبقى شوف تعدد المعاني القرآنية، المعاني القرآنية تتعدد. فمرة تقول أنت إن الذي قاتل الأنبياء وتبعا لهم المخلصون، ومرة تقول لا، هناك كثير من الأنبياء معهم أصفياء ومخلصون كانوا يقاتلون معهم. يبقى الذي يقاتل هنا هم الربيون. طب القراءة الثالثة، قتل معه ربيون كثير. قتل بالبناء للمجهول مع التشديد، أو قتل من غير تشديد. يبقى الذين قتلوا هنا هم الأتباع، هم الربيون، الربيون قتلوا، قتل كثير منهم مع الأنبياء. يبقى أنت تأخذ معنى إيه؟ معنى أن النبي يقاتل، ومعنى أن أتباع النبي يقاتلون ويقتلون، يقاتلون ويقتلون. ربيون، ربيون، قلنا إن الرباني هو المخلص الذي ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، مخلص يقود الحرب مع الرسول ولا يتراجع، فما وهنوا ما جبنوا. الوهن الجبن، ده هو يضرب المثل للذين كانوا في أحد، يقول لهم أنتم هربتم، أنتم هربتم، لكن مع الأنبياء، مع الأنبياء السابقين، أنبياء كان عدد المخلصين معهم عدد كبير جدا، ومع ذلك لم يضعفوا، ما وهنوا ما جبنوا. لما أصابهم في سبيل الله قتلوا، قتل منهم عدد كبير، وهذا القتل لم يفت في عرضهم أبدا، قط لم يفت في عرضهم قط. قاتل معه ربيون، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. من قتل منهم شهيد، ومن عاش فقد كسب النصر، النصر. هؤلاء أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء كانوا يقاتلون معهم ويقتل بعضهم. هو هنا كأن القرآن يعظ أهل أحد، يعني أهل أحد مجتمعون وربنا يلقي عليهم درسا، يقول لهم أنتم هربتم مع محمد، هربتم صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا في تاريخ الأنبياء، ففي تاريخ الأنبياء معه مخلصون، والمخلصون معه بعضهم قتل وبعضهم قاتل، والكل قاتل، ومع ذلك مع سقوط شهداء منهم لم يجبنوا أبدا، إنما أنتم جبنتم، أنتم جبنتم، تركتم الميدان، مجرد أن سمعتم أن محمدا قتل تركتم الميدان، وبعضكم كان يريد الرجوع إلى الكفر، يقول هيا بنا نرجع إلى دين الآباء. لا، انظروا إلى أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء يقاتلون معهم وتصيبهم المصائب، ومع ذلك ما وهنوا ما جبنوا، وما ضعفوا وما استكانوا، ما زلوا للعدو. لهؤلاء من؟ أتباع الأنبياء، يستشهد الله تعالى بهم في وجه المنهزمين في أحد،
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، من استشهد منهم، وما ضعفوا وما استكانوا، ما ذلوا، وكانوا صابرين، والله يحب الصابرين. صبروا، إنما أنتم لم تصبروا، أنتم تركتم الميدان، تركتم الميدان بلا صبر وبلا جهاد. لكن انظروا إلى أتباع الأنبياء، كانوا صابرين، وأصيب منهم من أصيب، وقتل من قتل، ورجع من رجع، ومع ذلك كانوا صامدين. ثم حكى عنهم، حكى عن هؤلاء من أتباع الرسل، فقال هنا: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هل هؤلاء لهم ذنوب؟ هؤلاء المخلصون الربيون، هؤلاء عندهم ذنوب؟ في ذنوب. قال: يا سيدي، تواضع، تواضع من هؤلاء العظماء. يعني لو واحد منا صلى صلاة، صلاة الفجر مثلا، مرة يأتي في الصباح ويقول: لا، أنا صليت الفجر اليوم، فخرا بأنه أدى شيئا. هؤلاء فعلوا كل شيء طيب، ومع ذلك يقولون علينا ذنوب، نحن علينا ذنوب كثيرة، ويطلبون من الله غفران الذنوب. أين الذنوب؟ لأنتم لا ذنوب لكم، لا ذنوب لكم. قالوا هضما للنفس وتواضعا. أظن أنا كمان يعني في البردة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فيها، قلت فيها: إني اقترفت ذنوبا كالرمال بها ينوء ظهري بل يزداد تثقيل. وفي القبور سؤال من يعد له إجابة تختفي منها الولاويل. وفي الصراط كلاليب مناوشة أخاف منها وتعروني التهاويل. ثم أقول: شفاعة المصطفى العظمى ترافقني فيسهل الصعب عندي والعراقيل. أنا أقول معترفا: إني اقترفت ذنوبا كالرمال. فهؤلاء يقولون إنهم اقترفوا ذنوبا ويطلبون من الله غفرانا، وهم أصلا لم يفعلوا ذنوبا، ليس عندهم ذنوب. إسرافنا في أمرنا، ليس عندهم إسراف، هؤلاء في القمة. قال: أنت إذا أردت أن تدعو الله فاطلب أولا غفران ذنوبك. أول شيء إذا أردت أن تدعو الله ليستجيب لك، فقل له: اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري، ثم تقول: وأريد منك كذا وكذا وكذا وكذا. فتسأل الله بعد أن تطلب غفران الذنوب والإسراف في الأمر. تقول أنت: أنا ليس عندي ذنوب. نقول لك: تصور أن عليك ذنوبا، وقطعا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن هنا تأمل، يطلبون غفران ذنوب ليست عليهم، ويطلبون ترك الإسراف وهم ليسوا مسرفين. قال لماذا؟ لأنهم يريدون ثبت أقدامنا، يريدون النصر، فهم لم يطلبوا النصر في الأول، وإنما طلبوه بعد أن سألوا الله الغفران، وسألوا الله أن يتجاوز عن إسرافهم. فهل نحن نفعل ذلك؟ هل نحن إذا أردنا أن ندعو الله نطلب أولا غفران ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نطلب هذا ثم بعد ذلك ندعو؟ فهم لم يقدموا ثبات الأقدام، لم يقولوا ثبت أقدامنا في الأول، وإنما طلبوا أولا المغفرة، وطلبوا أولا ترك الإسراف، ثم بعد ذلك قالوا: ونتيجة لذلك ثبت أقدامنا. تواضع، تواضع كبير من أتباع الرسل. هؤلاء هم أتباع الرسل، ويحكي القرآن عنهم لأهل أحد. وأنت يمكن أن تخطب هذا خطبة منبرية على المنبر لتؤكد للناس أنك إذا طلبت معونة الله فلا بد أن تكون أولا ربيا، أن تكون ربانيا، ثم بعد ذلك تسأل الله غفران ذنوبك وإسرافك في أمرك وليس عليك ذنوب، ثم بعد ذلك تدعو الله. اخطب هذه خطبة منبرية للمجتمع وللناس لترشدهم إلى أن يرجعوا إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فإذا رضي عنهم سمع توبتهم واستجاب دعوتهم أيضا في الوقت ذاته. فنحن نتأمل في القرآن
ما كان قولهم؟ يعني هم كانوا قد أصيبوا، الربيون أصيبوا وحدثت إصابات وسقط شهداء منهم، مع ذلك لا يعترضون ولا يخرجون بكلام لا يصح أن يقال، بأن يقول لماذا هزمتنا أو كذا، وإنما يسألون الله المغفرة، وهنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.